الجبهة الروسية الأوكرانية لا تتوقف عن إثارة الجدل والمخاوف في أرجاء العالم، خصوصاً بعد ما بدأت تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بالإزدياد مؤخراً وبلهجة حادة عن إرسال قوات للجبهة في أوكرانيا. صحيح أنه قال أنها مش هتعمل هجوم ولا هتبادر بأي نشاط عدائي على حد تعبيره، ولكنه أكد أنه هيرسل قوات فرنسية في أوكرانيا ومش هيكون في خطوط حمراء بعد اليوم. هل فعلاً ناوي على إرسال القوات وفتح جبهة مع روسيا، ولا مجرد روح نابليون بونابرت جات فيه ومش هيتعدى الكلام إن يكون تصريحات وحبر على ورق؟ محدش يعرف. طبعاً التصريحات النارية دي كان ليها صدى كبير على السوشيال ميديا والتعليقات كانت كتيرة. خلينا نشوف بعض التعليقات ونبدأ مع صياف. صياف عرض على إكس وقال كلام واحد مش واعي، إذا صحة راح يغير كلامه. أما عيسى كان نصح ماكرون إن هو بالتراجع وقال له يا ابن الحلال ما يمزح معاه بوتين، ارجع بس. وكمان كان في ضحك كتير. كمان كان في تعليق من سعد شايف إن الحرب قربت وقال أظن إن نهاية أوروبا ستكون بحرب عالمية ثالثة وستكون شرتها من أوكرانيا.